اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من اطباء على الهواء. انا الدكتور محمد خليفه. خلوا عندكم ورقه وقلم، ان شاء الله اليوم رح نفيدكم معلومات توفر عليكم كثير من حواليكم بالبيت وبالمعلومات العامه، كيف ما تنغشوا ونبعد عنكم الظلام ونوضح لكم امور شيقه جدا. رح يكون موضوعنا لليوم، اذا بتحبوا تشاركونا اهلا وسهلا بجميع اتصالاتكم واستفساراتكم، عن مشاكل الشعر والندوب. فالموضوع له علاقة أكثر بالجلدية. هلا قبل ما نبلش حلقتنا لليوم، حابب أحكي للمشاهدين معلومة صغيرة تفيدهم بالبحث الصحي عموما، إذا كان على الإنترنت ولا بالكتب ولا بالتعامل مع طبيب أو أي حدا في المجال الصحي. هلا إحنا كلنا الكوادر الطبية والأطباء والممرضين بنعتمد على إشي رئيسي في الطب، ألا وهو الطب المثبت بالبراهين علميا، او evidence based medicine. يعني هذا الشيء، هذا العلاج بفيدك، احنا عم نعطيك اياه لما انت عندك هذا المرض. مسكن الالم بشيل الالم، لانه احنا بحثنا في موضوع الالم، استخدمناه على مجموعه الف وباء، مجموعه اعطيناها مسكن الم، مجموعه ما اعطيناها مسكن الم، تابعناهم لمده 5 سنين او 10 سنين، لقينا هدول بدون الم عاشوا، هدول عاشوا مع الم، اثبتنا انه هذا الدواء منيح. فهيك انبنى الطب وهيك تأسست المعلومات، وعلى هذا الأساس في بحوث كثيرة وتدرج في الأبحاث الطبية. يعني في بحث قوي، في بحث أضعف، وفي أضعف منه، وفي آراء طبية. ما نعاني منه إحنا بمجتمعنا الحبيب القريب العربي كبلد متطور هو الكثير من الآراء الطبية والقليل من البراهين العلمية. اوكي، احنا بدنا نعتمد اكثر على البراهين العلميه. فلما تدوروا على الانترنت، مش كل شيء بتلاقوه على الانترنت هو كلام مظبوط، ديروا بالكم، هذه ممكن تكون كلها اراء. هلا من المؤسسات المعروفه عالميا بالابحاث الطبيه، يمكن ما يقدر يفهمها المريض بس بفهمها الطبيب اذا اراها، مثل شركه كوكرين. اوكي، اذا بتدوروا على كوكرين اونلاين، هاي بتلاقوها عندها بوب ميد، كمان شركه ثانيه او موقع اخر، هدول بينشروا ابحاث مظبوطة وبدرجات مدرجة. هلأ إذا حابب أنت تستدل، الأفضل أنك تسأل طبيب بما يقوله الطب، أو تدور بما معناه ما هو مثبت في الطب. على هذا الأساس إحنا بنينا هذا البرنامج أطباء على الهواء، بيستهدف العلاج والمعلومات المثبتة علميا وطبيا، وليس الآراء المتعددة التي لا تنتهي، اللي ممكن تفيد المريض وممكن تضره، ممكن تؤدي إلى علاج صحيح، ممكن تؤدي إلى لا فائدة. وهذا الشيء أتصور كلكم بتعانوا منه، حتى من مشاكلنا الأخرى اللي ممكن نستعرضها في الحلقات القادمة، هو قلة البحث في شكوى المريض. إنه إحنا أصلا ما بنسمع شو الشكوى الأولى للمريض، بنضلنا داخلين، بيدخل المريض بتلاقي الطبيب بيعبي الورقة. ممكن طبعا كل الزملاء إن شاء الله شرفاء ويرتقوا في عملهم، بس لا جل من لا يخطئ، بعد بعض الناس غصب عنها بتكون ملتهي بالأعمال الورقية والمكتبية أكثر من شكوى المريض، بدل ما يقعدوا يسمعوا ويعطيه حقه ويفهموا شو ماله قبل ما يمشوا بالعلاج. اكتشفت أن أنا من خلال مسيرتي الطبية القليلة أنه كثير من المرضى ما بيكونوا عارفين هم شو ماله، يعني مش ماخدين تشخيص، اللي هو أبسط حق لكل مريض أن ياخد تشخيص. هلأ أنت عشان لما تسمع تشخيصك أو لما تعرف بدك تعرف شو علاجك، حاول أنه تلجأ للطب المثبت بالبراهين. ضيفتنا لليوم أخصائية رائعة، حعرفكم عليها أول ما نرجع بعد هذا الفاصل. خليكم معنا أطباء على الهواء. فالحلقة الجاية من أطباء على الهواء، استنونا بموضوع شيق. خلصنا العيادة، سكرنا، روحنا المرضى، جايين لأنه اختصاصنا صحتكم. رح نحكي عن إزالة الشعر، فقدان الشعر، وحلول كثيرة ممكن تساعدكم، ومفاجأة صغيرة. أطباء على الهواء حصريا على قناة دورمينا يوم السبت. أهلا وسهلا فيكم، عدنا. أطباء على الهواء اليوم يستضيف الدكتورة الأخصائية رشا رشيد، أخصائية الجلدية والتناسلية. أهلا وسهلا دكتورة رشا. أهلا. أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ الحمد لله تمام، إن شاء الله يا رب ما تغلبتي في الجاي. لا أبدا. الحمد لله. موضوعنا لليوم يا أعزائي، رح نحكي عن مشاكل الشعر لدى الذكور
والإناث، وأنا بعرف إنه الكثير منكم بيعاني منها، أنا بعاني منها نفسياً يعني مع الوقت الواحد بحبش يشوف شعره كله رايح، فبعض الناس بيعانوا منها بشكل كثير، بعض الناس بيعانوا من زيادة بالشعر، بعض الناس بيعانوا من قلة، من فقدان، من تساقط. فاليوم دكتورة رشا أخصائية الجلدية والتناسلية وعندها خبرة في زراعة الشعر والبورد الأمريكي، صلحيني دكتورة، بالليزر بالليزر، بجراحة الليزر بالجلدية. أهلا وسهلا فيكي. شو مشاكل الشعر؟ كيف بنقسمها عشان نفهم الناس إيش مشاكل الشعر؟ نعددهم بعدين نبلش فيهم واحد ورا الثاني. تمام. هلا في عنا زيادة في نمو الشعر، وفي عنا نقصان أو إنه تساقط بالشعر، هيك يمكن نحكي. هو هذا اللي بنشوفه أكثر. تمام. هلا مزبوط بالشعر. إحنا بنشوف تساقط وبنشوف زيادة تقريبا. يعني بتلاقي هيك وبتلاقي هيك بهاي الطريقة. هلا لكل واحد له أسباب، ورح نبلش يمكن بتساقط الشعر أو لأنه فقدان الشعر، لأنه قلتي لي تمام فقدان الشعر. نحكي تمام عن الفرق بين الفقدان والتساقط. لأنه الفقدان الشعر مثلا زي أمراض الثعلبة، لأنه بتلاقي فقدان مفاجئ للشعر، بتلاقي كل المكان تبع الشعر رايح، اتفقنا؟ فبتلاقي هذا فقدان الشعر. أو مثلا في حالات اللي هو النتف القهري أو ترايكوتريومينيا اللي هي باللغة الإنجليزية، إنه نتف الشعر بصير ينتف وهوس نتف الشعر، برضه بتلاقي فقدان للمنطقة تبعت الشقر، فقدان كامل للشعر. فهذا غير عن التساقط، التساقط شيء ثاني. هلا نمسك هاي المعلومة نوقف عند نقطة فقدان شعر. معنا اتصال. سيد محمد تفضل انت على الهواء. مساء الخير دكتورة. اهلا وسهلا. هلا اهلا فيك تفضل. طبعا انا سؤالك معلش يعطيك العافية على البرنامج. الدكتورة معك تفضل. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. اهلا وسهلا تفضل. معك محمد حسن صبرة. اهلا وسهلا. اهلا فيك. طبعا طبيعة سؤالي مش بخصوص الشعر او امور زي هاي، بخصوص الدوالي. الدوالي؟ نعم. اوكي رح نسجل هاي الملاحظة محمد. معنا اتصال ثاني. ام محمد تفضلي انت على الهواء. انا مساء الخير. اهلا وسهلا. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله، الله يسعدك، مبروك على البرنامج الجديد. الله يخليكي يا رب، الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله عجبكم البرنامج. اكيد والله احنا نستناكم. كيف شايفين الديكور؟ عجبكم؟ يعني اوكي خلص بالضبط على المنتج. هاي معك الدكتوره رشا رشيد، اذا بتحبي تسالي اي. الله يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيكي، اهلا وسهلا. دكتوره بدي اسالك، انا عندي ابن عمره 8 سنين. ابنك عمره 8 سنين. ايوه. من شيء اسمه جل، بحب يعمل سبايكي وشغلات زي هيك، وكل بشكي له هيك، بس بيضل يعيط، لازم نحط جل على شعره، شو بدي اعمل انا؟ تمام. اوكي. هو انت مزعجه منه لانه بس بيستخدم جل على شعره وهو عمره 8 سنين. تمام. هو بحب يعمل زيك، بشوف ابوه بيعمل زي ابوه. بس احنا عشان نحكي ولد صغير يعني هيك. كيف ممكن تعالج هذا الشيء مع ولد صغير؟ اوكي وصلت معلومتك. هلا ان شاء الله بنحاول نجاوب على استفسارك. معنا كمان اتصال. رحمة تفضلي انت على الهواء. رحمة انقطع الاتصال. نكمل مع دكتورة رشا. سوري انا بدي ارجع للمعلومة انه انت كنت عم تحكي اسفين على المقاطعة، فقدان الشعر. تمام. نرجع نفصل فقدان الشعر لدى الذكور والاناث. تمام. هلا فقدان الشعر زي ما قلت انه يا في هاي بتكون امراض جلديه معينه زي مرض الثعلبه مثلا، سواء ذكر سواء انثى ما رح يفرق عندي الجنس. هل الثعلبه معديه؟ لا، الثعلبه مرض مناعي بحت. لانه كثير ناس بيقولوا هذا بيعدي، بيفكروا انه بيعدي بسبب الحلاقين، بيفكروا انه حلاق. لا، فاعزائنا المشاهدين، الثعلبه مرض غير معدي، مش معدي. رجاء ما تضايقوا نفسيه اللي بيكون بيعاني من الثعلبه. فوق ما هو عم بيعاني من الثعلبه، انتم كمان تعملوا كانه ستريس مريض. والشيء الثاني اللي هو هوس نتف الشعر، برضه بيسوي فقدان اللي بتمهم نتف الشعر اللي هو ترايكوتينومينيا، اللي هو كثير بيكونوا سرحانين، بيصيروا مثلا يلعبوا بشعرهم. ايام الجامعه كان في معنا صبايا يضلوا. ايوه بالضبط، هاي الطريقه. هذا بالاخير ممكن يؤديك لصلع يعني. ام سامي معنا، عفوا تفضلي. اهلا وسهلا. كيفك دكتور؟ اهلين يا هلا. انا حابه اسال الدكتوره بالنسبه للشعر الخفيف يعني عند الانسان، وهذه ناس وراثية والواحد بيقدر يحسن من طبيعة الشعر الخفيف عنده. تمام. الشعر الخفيف. أوكي بجاوب. حاضر. أوكي.
نرجع سوري دكتوره للثعلبه. تمام. لا احنا حكينا هاي الثعلبه هي هاي المرض مناعي بحت ما بيعديش طبعا، هي هاي النقطه. والشيء الثاني هو هوسنه فشعر، هم هدول فقدان الشعر، هدول غير عن تساقط الشعر. هلا شوي نحكي عن تساقط الشعر. احنا شعرنا اجماعا بتساقط بطريقه فيزيولوجيه طبيعيه عاديه من طبيعه الجسد. تمام، من 100 ل 150 شعره باليوم. بيوقع الشعر 50 شعره باليوم، من 100 ل 150 شعره باليوم هيك بيسقط. من 100 ل 150 شعره، هذا هو العدد الطبيعي للشعر اللي بيسقط باليوم. وهذا الشعر بتمه يعني هيك دوره حياه الشعر بترجع مره ثانيه، بيطلع الشعر جذر الام وهكذا. 100 ل 150 شعره باليوم بالزبط. انه يوقع طبيعي يعني. هذا شيء طبيعي، طبيعي نورمال لدى الذكور والاناث. والاناث الاثنين ذكور والاناث بالضبط. هذا طبيعي ما في. هلا امتى بدنا نعرف انه هذا التساقط غير طبيعي؟ اذا زاد عن هذا العدد. طبعا احنا مش حنعد شعره شعره انه قديش سقط مني وقديش كذا، بس في بيكون ظواهر واضحه اني انا مثلا ما اقوم من النوم الاقي مثلا مخدتي مليانه شعر، او اللي بيتحمم ممكن تلاقي كميه الشعر سكرت البانيو من كتر ما كان في تساقط كميه. تمام، فهاي بتلاقي بالضبط. فهاي هون في تساقط شعر او في شيء مشكله غير طبيعي، غير طبيعيه بالضبط. تساقط شعر كميات كبيره بتلاقي الشعر بكل مكان في الارض او كذا. هذا بيكون فوق ال100 وال150 لما تلاقي مخدتك مشكله، لما تلاقي عم بيسكر البلوعه، بتلاقي مجموعة عم تطلع بإيدك مع بعض. تمام، هذا في مشكلة. أما تمام. القليل يتساقط بفترات متباعدة خلال النهار وما بيكون بكميات واضحة. لا. وملحوظة. لا. هيك بتميزوا أنه أنتوا عندكم مشكلة أو ما عندكم مشاكل. بالضبط. هاي الطريقة. معلومة أتصور مفروض تفيدهم كلهم. تمام. هذا بالنسبة لفقدان الشعر. قلتي لي عن موضوع النفسية، هوس نتف الشعر. هوس نتف الشعر هذا من أحد أمراض الجلدية اللي هو بنسميه باللغة الإنجليزية ترايكوتيلومانيا. بيكون في مشكلة نفسية عند الشخص ذات نفسه، أو ستريس بتعرف، فبيصير بتلقاء نفسه يصير يلعب بشعره، يمسكها بالطريقة لفها تشك ويقطعها بهاي الطريقة. فالمشكلة إنه بيسويها بكميات يعني كل مرة وكل يوم وكل دقيقة وكل ثانية. كنت ألاحظها كثير صدقا أيام الدراسة. كثير كثير. رانيا أهلا وسهلا، كيفك؟ تفضلي أنت معنا على الهواء. كيفك رانيا؟ معلش احكي مع الدكتورة. ايوه تفضلي يا رانيا. دكتورة انا عندي حالة نفسية، بضلني بقطع بشعري. هي فما بعرف ايش الحل يعني. تمام تمام، احنا هذا اللي يعني صراحة هيك بس اتضايق من اشي بصير هيك اعمل بشعري ويعني اللي هو بتنطفي شعرك عند مثلا وين؟ عند الجبين او على الحاجب او وين؟ لا لا بس شعر راسي عموما. بس اتوتر من الموضوع اتضايق منه هيك بصير اعمل يعني بحس انه لا شعوري. فممكن يعني تعطينا علاج يعني ممكن؟ لان هلا صار عندي شعر خفيف. تمام. يعني مثلا توصفي لنا شامبو او نوع حمام زيت انه يقوي الشعر ويكسفه هيك. تمام. اوكي هلا انا لانه هدفي انه اجاوب على بعض الاسئله، خلينا نحاول نجاوب على بعض الاسئله اللي سالونا اياهم ونرجع لتسلسل مواضيعنا. ايش بالنسبه للطفل اللي عمره 8 سنين اللي بحب يحط جل ويعمل شعره سبايكي؟ تمام. هل هو ضار على 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 نفس الشعره؟ هلا اقول لك يعني هو الجل والموس والاشياء هي مواد كيماويه اجمالا للشعر وهيك، بس معظم كثير مثلا من الشباب اللي كانوا بطفولتهم كانوا يعملوها، هلا بيجوني انهم بيفكروا انه الصلع الوراثي اللي عندهم كان من كثر ما انا بحط جل او موس او هذا يعني كلام غير صحيح او غير دقيق. نحكي فالجل والموس مش نحكي انه والله بيسقطوا الشعر، بس عوامل مساعده. يعني مساعده نحكي بس ما بيسقطوا الشعر بيساعدوا يعني عوامل ممكن تزيد من انه الشعر يسقط، بس مش انها تؤدي الى صلع وراثي او انها تؤدي الى عرفت علي كيف. لا ما له علاقه، ملوش علاقه نهائيا. هي هاي الفكره بس. وكمان كترته يعني انا كل يوم احط جل، كل يوم احط موس، كل يوم بخنق هذا بالضبط بساعد على نمو الفطريات بجلدة الراس. فهذا يعني بس انه الفكره انه لا نخفف شوي من هذا الموضوع. بس بالنسبه للطفل اللي عمره 8 سنين كيف ممكن نخفف؟ نحاول نشجع الاب يبطل العاده صراحه يعني انه على اساس انه هو الولد توريث للعادات السيئة، اللي هو الولد قاعد عم بيقلد أبوه. أوكي.